السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فضلا وليس امرا، ما تنسونيش من لايك والاشتراك والبارتاج، فضلا وليس امرا، ومن كرم اخلاقكم فقط. اسمعوا معايا هاد المسخه، هاد الشيطه كما كاين في العنوان، اش تتكلم واش تقول واش تخرج على فمها، يعني قمة التخلف، قمة يعني عدم الوعي. يعني سمعوا سمعوا معايا وصافي. ولادك السعودي بزاف عليك، راجل عليك، تركي راجل عليك، اماراتي هو الخليج كاملة رجال عليك، يا الخانس ما توصلش هم ما توصلهمش حتى في الوسخ درج ليهم. واش نتزوج بواحد اللي يقدر يعيش مزيان انا ولادي، ونتزوج بواحد ميخالي مي كساب ما يعلم في الاخر شبع فيا عصا؟ زوين عندك انت هادي طبيعي الحال، طب ما عرفت كنبغيو نعيشو في داكشي لوكس، تانا نبغي نلبس مزيان، تانا نبغي نشري حوايج، تانا نبغي ندخل ولدي لدراسة مزيانة، وربي نسلو على ما غتقبلش بشماتة بحالك، خصوصا ما عندوش الفلوس. راه مشكلة، راه مشكلة يجيك من الاخر. ياك سمعتوا هاد المتخلفة المسخة كيفاش تتكلم على الرجل المغربي؟ ونسات بأنه هاد الرجل اللي تتعير فيه وتتسب فيه بما أنها تتقلب فلوس، يعني خارجة من بيئة فقيرة، بالتالي ما شبعاناش أكيد. باها فقير، يعني تتكلم على باها بهاد الهضرة، تتقول بأنه باها وعمها مرجالش، يعني وخوها وخالها وولد خالتها وولد عمتها. قبل ما تسب المغاربه تتسب عائلتها كل هادشي، الا ما كانتش لقيطه ما عندها حتى شي عائله وتعقدات، بما انه لقيطه تعقدات من من داكشي اللي واقع عليها، وبالتالي ولات تهضر بهذا المنطق. اما الا كانت عندك المصيبه الكحله هو الا كان عندك الاب وكان عندك العائله والتصيله فيها الرجال وتتهضر عليهم بهذه الطريقه، انت قليله الاصل، يعني كما درنا معاك وحده. يعني دروكا هاد الاب ديالك ما راجلش، علاش؟ حيت ما عندوش الفلوس. هذا هو المنطق باش تتكلمي. باك ما راجلش، اخوك ما راجلش، ورجل اختك ما راجلش، ولد خالتك، عائلتك كلها ما فيهاش الرجال، اكيد اكيد ما تربيتيش بطبيعه الحال، ما تربيتيش باش تهضري عليهم بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلنا، الا كان هذا هو المنطق ديالك، وفين مشاو كتيفاتك اصلا بلا راجل؟ نقولوا مثلا مزوجه براجل ما عندوش الفلوس، ما عندوش الفلوس، وانت ما عندك شخصيه، ما عندك كتاف، ما تعرفيش تخدمي، ما عندك صنعه، ما عندك حتى شي حاجه، انت لا بدالك من داك من ديك الجنسيه الغير المغربيه، يجي باش انت تفتخي كي تنقولوا حنا، انت خصك تفتخي شي واحد ياك، هذيك هي الحداقه عندك، وهذيك هي الشخصيه عندك، وداك الشيء اللي كل قل دوك اللي قبل منك راه غادي يلق لك تانتي. واصلا اصلا اهم حاجه في الموضوع اللي بان ليا بين قوسين، هو انت عقدك شي مغربي، شي مغربي هو اللي عقدك، ما بغاكش تو سامبلومون، حيت بحالك راه ماشي ضروري تكوني مونيكا باش يبغيوك الرجال المغاربه. المغاربه راه تيبغيو بنت الاصل، المغاربه تيبغي بنت الاصل، المغاربه تيبغي المراه، المغربي تيبغي المراه، المراه مرا ونص، المراه ونص، مراه مربيه باش تربي الولاد. بزاف عليك بواتنا وخوتنا وولاد خالاتنا وولاد عمتنا، بزاف عليك. انا ما تنهضرش على دوك الاستثناءات اللي تنشوفو في شوف تي في وتنشوف، هذوك شي استثناءات كاينين في كل مجتمع صحابك، ما كاينينش في الامريكان وما كاينينش في فرنسا وما كاينش في اي بلاصه في العالم فيها استثناءات. الناس مدمنين، رجال ما كتافهم باردين، كما كاين في المغرب استثناءات بحالك انتيا، عويهات، المسخات، المشنطات اللي عينيها فالتين من منين قالت بسم الله، بسم الله منين قالت، منين بدات عينيها فالتين اللي تيبان لها هذيك الخليج وداك الشيء، تيبان لها غير الهيه الهيه صافي، هادشي اللي باين الموضوع باين، قلت الترابي وصافي، قلت القريص نتاع الصغر، وقلت الوعي. ما تربيتيش يا حبيبتي، ما تربيتيش، ما تقوليش هاد الكلام على باك،
لانه فاش تتخاطبي بهاد الهضره هادي راه تتهضري على باك اولا وعلى خو. الا عندك شي بات، انا في نظري 100% انت لقيطه. وشوفوا هاد المثال دروك عجبتكم هادي اش تتقول عجبتكم المشكله فين كاينه؟ هو الناس ما واعيينش، الناس ما واعيينش، ما بغوش ينشروا الوعي. تمشي الفيديو تصور الفيديو ما يديروش ليه لايك باش ينتشر الفيديو للتوعيه، باش وحده اخرى ما تجرأش دير هاد الخطوه، ما تجورش ما تجرأش تمشيو تتفرجوا ليا في الناس تتسبع عباد الله تتعاطى جوج اربعه الناس ولا خمسه متفقين مع بعضياتهم وتجلسوا تتسبوا وانتم متابعينهم وتتلايكيو ليهم. اش تعلموكم؟ دخلت عليكم والله اش تستفدوا منهم؟ اش تستفدوا من واحد متفقين مع بعضياتهم مروجين القضيه ودايرين البوز ودايرين البوز بوالو، البوز الخاوي والبوز الخاوي وبعرمان تحت الاطراف والميت فار. وتتخليوا هاد المواضيع اللي تخص بناتكم، راه هادو هما اللي تاثروا على بناتكم وبالتالي تاثروا على ولادكم. لانه المغربي فاش تسمع بحال هاد الهضره راه كلام اخر، راه موضوع اخر، راه موضوع تجر موضوع. ولكن الناس راه ما تيبغوش المعقول، المعقول ما تيبغيه حتى حد. على بحال هاد الكلبه هادي اللي تتكلم بهاد المنطق، هذا اللي تتكلم بهاد المنطق بحال هادي. هادي دروكا خصنا ما خصنا نوض عليها حمله، هادي اللي خصها تنوض عليها حمله، تندم على النهار اللي دخلت فيه السوشيال ميديا، حيت بحال هادي ما خصهاش تكون في السوشيال ميديا نهائيا. وتكلمت على الرجل المغربي نورمالمون خصها تجاب، خصها تجاب. منين تقول بانه الرجل الاماراتي او التركي احسن من المغربي خصها تجاب، هادي هادي خصها تجاب هادي. ومنين تدخل المغرب توقف يديروا معاها وقفه. ولكن هادشي ما تيكونش للاسف، كاين واحد النوع من الحريه عشوائيه ماشي في محلها. ها الفلسطيني يجي يسب، ها بنتو تجي تسب، ها مغربيه تخرج تطلع على برا وتجلس تسب، ها معارض يخرج تطلع لغرو يجلس يسب في الرموز ديال البلاد، ها واحد يماني يجي يدخل في وسط البلاد ويجلس يعير يشكر يشكر يشكر، وشويه شويه يتقلب بقى لك يهضر في الرموز ديال البلاد وفي سياسه البلاد بيدخل فيها. هادشي راه الفوضى هادي، وهادشي كله باش مدرك مدرك بواحد خمسة ولا ستة الناس مسيطرين على البوز في المغرب، تيتفلاو وبطريقة يعني مجموعة تاع الناس المخير فيهم ما عندوش حتى ما عنده حتى شهادة، ما عنده ما قاريش، ومجموعة تاع المثليين. مجموعة انا ماشي ضد شي حد ولا، ولكن راه هادشي اللي تيوقع راه شي حاجة ماشي طبيعية. علاش نخليوه بحال هادي تبقى تتهضر بحال هادي؟ ما خصهاش تهضر، تحل فمها وتهضر على الرجل المغربي اللي هو با وباك وخويا وخوك وعائلتك وولادك. يعني بحال هاد المسخه هادي، هادي هاد المسخه، هاد المعقده هادي اللي ما سكراش والله المغربي ما يديها فيك. والله الا كنت داها فيك المغربي يا حبيبتي قسما بالله العظيم ما تليل الخليجي اللي قلتي بغا يشري لك وبيكسي كلكم كنتي حره زيني بحال البنات اللي تيطلعوا لاوروبا. وخرجي خدمي على راسك وطلعي ودخلي الدولار لبلادك الخنزه،